السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، انا ابن عم الشقيق الضحية، ولد عم الشقيق الضحية بنك عيبيش الشرف. اليوم رانا قدام المحكمة نطلب القصاص في حق هذا المتهمين الاربعة او الخمسة الذين قتلوا أخينا وابن عمنا غدرا، والوفاة يعني وفاة أليمة وضرت كل الأسرة تاع كعبشية وكل دائرة ماسرة والولاية عام الصغاليم. وولدت هذه القضية رأي عام، وحنا ماذا بينا رانا أمام المحكمة تاع عين تادلس، ماذا بينا المحكمة يعني تأخذ المجرى القانوني في هذه القضية، يعني تسلط عليهم أقصى عقوبة لهذ المجرمين هذو، يعني مجرمين يعني ارتكبوا أبشع جريمة على مستوى الولاية مستغرب. هذا شيخ، هذا شيخ ويا كان يخدم مع مشريك، يخدم مع شريك هذا أحمد هذا. من بعد شريك نورمال خدمي واحد يذبحهم، المفتاح تاع الكيميو عنده تاع اللوطو تاعو يخدم شريك وياه. هذا احمد كان يجي عندنا للدار، احنا يدخل عندنا للدار يخدم معنا، يبات معنا في الدار بالك ب 20 عام، يروح معنا في اي بلاصه يروح معنا، كي ديباسي كاش بلاصه يدي معاه، كي يبغي يروح كاش بلاصه يروح معاه، يجيب لنا صوالح للدار ثقه تامه، يعطي الدراهم باش يشري صوالح للدار، يكسينا ذراري يروح معاه، يكسي معاه ذراري على الاقل داروه بحيره في رحبه عم الله الباطك، ما يخدموا في رحبه. ما كاكي خدمة لأحمد بانت له بلي دراهم بزاف، جاء عنده الشرف ولا يطلع مع الصباش خطرات ما بغاش يرد عليه، عيط لواحد الخدام سمو حمو فاني ما بغاش يرد عليه، جاء عنده الشرف البحيره، كي جاء عنده البحيره ضربه، قال له نبيعوا الباطه ما نبيعوش، ضربه كتله وحرقه غدره قشوه طراف عربي وحمد من قشوه حرقوه وديروه في شكاير. راه قلع لنا قلوبنا هذه، وهذو اللي قتلوه هذاك العربي وحمد، هذو اللي قلهم وقتيلة عائلة حشودة. كم هذه العائلة تاعك عيبش حشودة، انا باغي نمحوها ما نخلوهاش في الدوار، ما يخلوهاش الاثار مشي بين نساو السكنة وما نخلوهاش. نطلب من الدولة عائلة حشودة اقصى عقوبة لها، اقصى عقوبة. نطلبوا من الدولة تتكلف بهذا الناس اللي راه يتقوم بالإجراء بالقتل هذا العمدي، يعني يدير لهم الإعدام كيما يديروا. الدولة اللي وقفت معنا في كل ساعة ولينا وما نفكروا سيبوها في جنابنا، وكانوا يحوسوا معنا ووقفوا معنا، وبارك الله فيهم ونشكرهم الواجب تاعهم.